بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات الشهادة الإعدادية، برحب بيكم. والنهاردة بنوريكم فكرة كده عن تنسيق الثانوي العام والثانوي الفني وأفضل المدارس اللي طالب الشهادة الإعدادية ممكن يدخلها بناء على مجموعه ورغبته. طبعا طبعا تفكير الطلبة زي زمان، الطلبة دلوقتي تفكر في دخول المدرسة اللي الثانوية العامة، دخول الثانوي العام والثانوي الفني لجميع محافظات الجمهورية. تابع معايا الفيديو وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وتابعني في الأيام اللي جاية وهديك أول بأول كل ما هو جديد والمدارس المناسبة لأولادكم، وإن شاء الله تكون عام جيد ومفروض عام مناسب لجميع الطلبة وأولياء الأمور. وربنا يكرم أولادنا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.